أعزائي المشاهدين أعذروني هالمرة أنا راح أمسك المايك لأن عندي صوت ما شاء الله في القاعة. أنا حاليا في قاعة سينمات فوكس في ياس مول. راح نأخذ جولة سريعة رؤية فنية لبعض الأفلام التي عرضت هذا الأسبوع. تفضلوا معي. أنت متأكد أنك تقدر الصيدة؟ طرشي جسوم شيل علي نجيب علي غرير معانا شوية. تفضل علي هذا مكانك. سوالف طفاش من المسلسلات المشهورة في رمضان الكريم. قصة الفيلم تتكلم عن طفاش اللي يتصاب زوجته بمرض بعد شربها ماء ملوث. طبعا هناك في أقاويل تقول أن في دواء لهذا العلاج موجود في جزيرة الهلمايا. طبعا هو يروح مع صاحبه جسوم الجسمي، يسافرون بطريقة اللي هي طريقة مثل ما تقول رسوم حركة، يسافرون لجزيرة الهلمايا عن طريق عصا سحرية. الفيلم هو يعتبر من نوع الأفلام الفانتازية مش الفيلم الواقعي. طبعا الحلو أن علي غرير كعادة ريال مرح ويعني كوميدي، والكوميديا هنا يعني راح تعجب الأطفال أكثر عن الكبار. كذلك الممثل اللي مثل دور الجسمي خليل رميثي أيضا يعني عنده كاريزما خاصة في الكوميديا. تم تصوير الفيلم في استوديوهات البحرين المعتادة لمسلسل سوالف طفاش، وأيضا الجزء الثاني وهو الأهم اللي هي جزيرة الهلمايا تم تصويرها في مدينة بنغلور الهندية. مع بداية الفيلم تحس أن هناك شوية ملل، الملل هذا يعني يكاد يكون يقتل العامل الأساسي ألا وهي الفن السابع السينما. المفاجأة بعد نص ساعة، بعد نص ساعة الفيلم يتغير 180 درجة، تحس أن الفيلم تحول إلى فيلم سينمائي. عجبتني فكرة أن يأخذون مسلسل مشهور يحولونه إلى السينما، كما كان العهد في السابق لمسلسلات معروفة في أمريكا أو في بريطانيا، من ضمنها مسلسل كوميدي مستر بين أو برنامج مستر بين، حولوا هذه الشخصية إلى سينمائية، وأشوف النجاح الباهر اللي حصل عليه. أتمنى أن هذا الفيلم أيضا يكون له نجاح باهر في أجزاء أخرى. أنا هذا الفيلم أعتبره جداً مسلي لكم ولعائلتكم ولأطفالكم بالذات. الفيلم أنا أعطيه 2.5 من 5. Yeah, listen, I'm on it. And we can close this. Taxi! Yeah, we won't. Don't worry. Do you have any experience of caregiving? I've never done it, but I'm sure I could learn. Then let's go meet Will. Will, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed yet. واحدة من هذه الأفلام اللي شاهدتها فيلم Me Before You. Me Before You هاي من الأفلام الرومانسية الدرامية الإنسانية، مأخوذة من أكثر مبيعات الكتب في نيويورك تايمز. القصة هي تتكلم عن شخص معاق لا يقدر يتحرك فيه إلا إصبع واحد لكي يستطيع أن يمارس حياته عن طريق الكرسي المتحرك الذي يستخدم فيه إصبعه. تدخل في حياته إنسانة التي هي تعمل عمل الممرضة. طبعا هي مش ممرضة، هي إنسانة تبحث عن عمل، والعمل استصعب عليها لأنها لا توجد عندها أي مهارات، فحصلت هذه الوظيفة لأن ما حد كان يريد يشتغل هالوظيفة لأن هذا الشخص جدا سيء معاملته مع الناس. لكن هذه الإنسان استطاعت أن تكسب قلب هذا الإنسان وتستطيع أن تدخل في حياته بشكل سلس، ويبدأ بينهم العلاقة الإنسانية والعلاقة الحبية. الفيلم فيه إنسانية جدا جميلة، من الأفلام الجدا عاطفية التي مرت على السينما الهوليودية من فترة طويلة. طبعا آخر أفلام عاطفية أنا شفتها فيلم Age of Adeline قبل سنة. إذا حد يتذكر فيلم من الأفلام الهندية اسمه جزارش في سنة 2010، أيضا هذه القصة شبيهة لهذه القصة. أعتقد أن الفيلمين أخذوا من نفس الرواية، لكن الفرق بين الفيلمين أن هذا الفيلم جدا عملي وجدا واقعي، بخلاف الفيلم الهندي الذي سنشاهد فيه الأوفر أكتين، أوفر على الحزن، أوفر على المحبة، أوفر على الأمور المأساة. المخرج ثي شارك أخرج لنا فيلم صار لنا فترة طويلة يعني محتاجين نشوف نوعية من هالأفلام. الفنانة اللي مثلت دور الممرضة هي إيميليا كلارك. إيميليا كلارك فنانة جميلة وفنانة جيدة، وأدت دورها بإيجابية، ابتسامتها تكفي أن تعطي أمل في مراحل كثيرة من الفيلم وأمل في الحياة للفنان الذي مثل دور المعاق اللي هو سام كلافلين.
الفنان سام أدى دور المعاق بشكل جميل. القتب ماله أو الشكل ماله اللي هو باللحية يعطيك اللوك الإنسان البائس، وفي نفس الوقت اللوك الإنسان الزعلان عن حياته عصبي. الفيلم يستحق المشاهدة، وأنا في نظري أعطيه 3.5 من 5. أسمر راح فين؟ راح اقطع. هتقطع مين؟ العملية يا باشا. انا مش همشي من هنا الا لما كلهم يبقوا معايا. اخر افلامنا اللي شفناها فيلم ابو شنب، الفيلم المصري. فيلم ابو شنب من اخراج سامح عبد العزيز ومن كتابة خالد جلال، والمبدعة الكوميدية المعروفة ياسمين عبد العزيز هي بطلة الفيلم. الفيلم يتكلم عن الضابطة المضطهدة في مركز الشرطة في مصر، بحيث أن رجال الشرطة أو رجال الضباط لا يعترفون بمكانة المرأة في هذا المكان. في قالب كوميدي الفيلم هذا يتحول على أساس أن هذه الضابطة تبرهن لهم أنها المرأة القوية أو المرأة الحديدية، وتعمل صفا بصف مع رائد اللي هو يكون قائد فريق العمل، وهي تكون مساعدته، ويدور بينهم حوارات كثيرة ومشاهد كثيرة، وبعد ذلك يعني يصير بينهم علاقة حب طبعا في هذا الفيلم. الفيلم يعيبه الطول، فيلم طويل مدته أعتقد أكثر من ساعتين. مشكلة الفيلم أيضا أن الكتابة فيه جدا بسيطة، وتعتمد على أفلام هوليوود وأفلام بوليوود، مزج ما بين هذه الأفلام وعمل فيلم واحد فيه، هو فيلم مصري أبو شنب. حيث أنك تلاحظ أيضا في فيلم من الأفلام الأجنبية المؤخرا الكوميدية اسمها رايد ألونج، موجود منها بعض المشاهد مأخوذة ومقتبسة وموجودة في هذا الفيلم أبو شنب. المخرج سامح عبد العزيز عمل أعمال مهمة في السينما المصرية، منها فيلم كابريه، وكان له فيلم أيضا كوميدي تتح من بطولة محمد سعد. هذا العمل أعتقده نوعا ما أقل بكثير من أعماله السابقة. الفنانة ياسمين عبد العزيز طبعا تبرهن من بعد كل فيلم أنها هي البطولة الرئيسية الموجودة حاليا في النساء، بحيث أنها هي أيضا تقارع الرجال في بطولة الأفلام السينمائية التي تعرض في الأعياد. الذي يعيب عليها في هذا العمل أن الوزن الزائد، طبعاً لا تشوفوا وزني، أنا إنسان أتكلم على الأفلام، الوزن الزائد في هذا الفيلم أثر فيها، يعني بيأثر عليها يمكن أكثر مستقبلاً في الأفلام القادمة. الفنان بيومي فؤاد، أنا من الفنانين الكوميديين اللي يعجبوني في السينما المصرية، أدى في هذا الفيلم دور جميل، يعني دور ممكن يضحك كثير في هذا العمل. الفيلم بسيط من ناحية الإنتاجية وبسيط من ناحية الفكرية. الفيلم فنياً ضعيف، لكن في بعض المواقف التي تضحك المشاهدين. الفيلم أنا أعطيه من ناحية الفنية 2 من 5. أعزائي المشاهدين، هذه كانت جولة سريعة عن الأفلام التي عرضت هذا الأسبوع في السينما، إن شاء الله عجبتكم، وإن شاء الله راح تكون هناك رؤية فنية بطريقة متطورة أكثر مستقبلا. دعمكم ضروري، سبسكرايب ولايك وشير. شكراً.